ورحمة الله وبركاته، ازيك يا شباب؟ عاملين يا رب تكونوا بخير. ما تنساش تصلي على سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. تحدي النهارده يا شباب تحدي خرافي، تحدي اكتر لاعب بيلعب في كاس العالم. طبعا اللاعبين بيلعبوا في كاس العالم كانوا طبعا موجودين عندنا زي ما انت شايف، لاعبين حلوين صراحه، ويستاهل يستاهل التحدي ده يتعمل. التحدي ده تقريبا هيكلف 120,000 بوينت، وادي اسعار اللاعبين على اليمين اهي، كل اللاعب بسعره. صراحة يا شباب التحدي ده يستاهل. انا هوريك دلوقتي انا عملت التحدي ده من فريقي، بس طبعا انا اشتريته وكلفني شوية طبعا، بس التحدي صراحة يستاهل. وفي ميزة في اللعبة ان انت صراحة صرفت هيجيلك لاعب حلو، يعني صدقني تصرف في اللعبة هيجيلك لاعبين كويسين. هي الفكرة زي كيلتش في اللعبة. انا عملت التحدي خلصنا كده، وناخد بقى القسم التاني من الفيديو ونعمل التحدي. شوف كانتي هيمشي في التحدي، وكمان لاعبين عاليين. شوف عندي 4 لاعبين هيمشوا في التحدي، بس انا عايز اعمل تحدي صراحه عشان اشوف مين اللي هيجيب ترقيه بطل كاس عالم اقل من 89. طبعا اللاعبين انا وريتهم لك في بدايه اللعبه. تعال نشوف مين اللي هيجي لنا في التحدي. نفتح الباكج بقى، خلاص كده انا عملنا التحدي، نروح نفتح الباكج واحده واحده مع بعض. صراحه التحدي يستاهل. ادي التحدي خلصناه، نفتح الباكج. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. انا مش هتكلم، اللهم صل على النبي. بس انا مش عارف سعره كام، تقريبا كان في بداية اللعبة حوالي بتاع 700,000. انا مش عارف سعره كام، هنروح نعمل تشيك على السعر بتاعه ونشوف. خطوة حلوة صراحة، سرعة وقوة وباص. بس تعال نشوف كده، نشوف السعر بتاعه، هوديه النادي ونروح نسأل على سعره. طبعا طاقاته صراحة يعني حلوة صراحة، طاقات خرافية. بس أنا صراحة مش عارف مركزه هيلعب فين إلا لما أجربه. طيب نروح نحطه في التشكيل. طبعا مفيش أي باكجات مفتوحة تاني، نروح نحطه في التشكيل كده ونشوف هيكون سعره كام. بس أنا أتوقع حوالي بتاع 500,000 مثلا تقريبا، يعني تقريبا 500 600، يعني في الحدود دي. والله حلو، 315 310، يعني برضو كويس مش وحش. اكتبوا لنا في التعليقات مين جايكم. سلام عليكم.